السلام عليكم. اليوم رانا رايحين نعملوا الميتلوف. ميتلوف هو اللحم، الخبزة تاع اللحم داخل الكوشة. فهاد الطريقة نسحقو معدنوس، مقطع رقيق، السكر، حبة حتى زوج حبات بيض، زوج حبات ثوم، نص حبة بصلة، الخبز مقطع قطع صغيرة، كاتشاب، ملح، فلفل كحل يعني هو فلفل أسود، وبابريكا يعني هي فلفل أحمر، واللحم بطبيعة الحال لازم يكون هكذا، ما يكونش جامد. عندنا شوية حليب باش نشمخو هاد الخبز، هذا معاه نص حبة فلفل أخضر. باش نبداو راح نقطعو هاد نص بصلة داخل الكسرونة، نحطو شوية زيت نباتية ونحطو هذيك البصل ونقطعو معاه الثوم قطع رقيقة جدا، هكذا راح نضيفو هذيك الثوم الداخل نخلوها تتحمص، يتحمسوا من بعد راح نحيوهم. اذا هنا راح نقطع الفلفل على قطع صغيرة جدا كما قلت لكم، نص حبة فلفل اخضر. لما قطعنا هذاك الفلفل الاخضر الى قطع صغيرة راح نضيفوه القليل من الملح ونحرك. هنا داخل هذا الصحن عندي اللحم، عندي الخبز راح نقطع في الخبز هكذا قطع صغيرة، الحليب نضيف له شوية نشمكو بالحليب فقط القليل، يعني نشمخوه بالحليب. تقدروا تستعملوا الخبز اليابس المطحون، ولكن هذا افضل من الخبز اليابس المطحون، لان هذا راح يخليه لداخل هذاك اللحم يخليه شغل شامخ ما يكونش ناشف. نحاول نقطعه كامل هكذا بالطريقة. اذا هنا كما راكم تشوفوا راه تحمس هذاك الفلفل والبصل والثوم، يعني خلاص راهم طابوا، راح نطفي لهم راح نخلطهم مع الخبز المشمخ، نضيف لهم المعدنوس يعني هو البقدونس، الفلفل الأحمر، الملح، والفلفل الأسود فلفل كحل، نخلطهم يعني وراح نضيفهم لهذا اللحم المفروم، يعني هو اللحم فيون داشي. اذا نضيف حبة بيض ونستعمل اليد، ونستعمل اليد حتى نحس انه اذا كان هذا الخليط يحتاج الى بيضه ثانيه راح نزيد له بيضه، والا راح نخليها. هذه رايحه نعمل لاصوص اللي نحطه فوق هذاك الميتلوف من فوق، وهي لاصوص بالكاتشاب، نقص نصف كاس سكر ونحرك، يعني كاس كاتشاب نصف كاس سكر وشويه فلفل كحل شوية ملح يا بابريكا اللي هو فلفل أحمر، شوية ثوم تاع البودرة، يعني هذه راح نحطوها فوق هذاك اللحم من الفوق ونحركها جيدا.
إذا عندي كاتشاب، كأس كاتشاب، نصف كأس سكر، إلا عندكم سكر هذاك الماغون من الأحسن. زدت لها شوية فلفل أحمر، شوية بودرة الثوم، شوية ملح، وشوية فلفل كحل. نحركها جيدا. هنا راني شعلت الكوشه تاعي على درجه حراره 250. حابه نقول لكم اللي عندكم سنيوات كيما هادو، اللي عندهم هاد الخطوط هادو اللي فيد هادو هنايا، تقدروا تستعملوهم. علاش؟ باش يقطر هذاك اللحم كي نطيبوه. ولا ما عندكمش تقدروا تستعملوا هذوك ونحطوا كي نخدموا الكاطو ونشفوا هذاك الكاطو كي نعملوا له الطليه، يعني هما دي غرياج ونحطوا الكاطو. ولا ما كاش، ولا عندكم هاد السنيوات هادو تحطوهم، تسبقوا سنيوه من التحت وتحطوا هاد السنيوه من الفوق، باش هكذا هذاك اللحم رايح يقطر. من بعد نحطوا اللحم تاعنا هنا من الفوق على هاد الشكل. نحاولوا نخدموا فيه هكذا، نحطوا شويه عالي، نحاولوا نعملوا له هكذا. ولا ما عندكمش هاد السنيوات تقدروا تستعملوا يعني المول تاع الكوشه عادي، تحطوه داخل المول تاع الكوشه كيما تحبوا، يعني يكون عادي. ولا عندكم هاد السنيوات من الاحسن تستعملوهم، لانه هاد السنيوات هما رايحين يساعدوا هذاك اللحم باش يقطر من التحت. اذا كيما راكم تشوفون نعملوا له هكذا. ولا ما كفاتكمش سنيوه تقدروا تقسموها على اثنين. هكذا كيما راكم تشوفوا فيه. الان راح نحط له هذيك الكاتشب من الفوق، ما نحطلوش بزاف منها، فقط القليل. الان راح ندخل هاد الميتلوف اللي هو اللحم، الخبزه تاع اللحم، داخل الفرن لمده 50 دقيقه على درجه حراره 250. من بعد نرجع لكم. اذا كما راكم تشوفوا هنا راني لحقت 20 دقيقه، راني نحيت هذاك الميتلوف. دوك راح نوريه لكم في طبق التقديم. اذا كما راكم تشوفوا هنا راني قدمت هذاك طبق الميتلوف داخل طبق التقديم مع الرز. عندي كيفاش عملت هذا الرز هذايا، راني حطيت لكم الرابط تحت هذا الفيديو. وهذا هو طبق الميتلوف، يعني كيفاش يجي من الداخل، عفوا يجي هكذا، يعني هابلك من الجهة هذه، يجي من الداخل بزاف بنين. ان شاء الله يكون عجبكم هاد الطبق هذا، عجبكم عليكم غير تشتركوا معايا في القناة تاعي وديروا جيم لهذا الفيديو باش تلحقكم جديد ان شاء الله. والسلام عليكم.